اخبار اليوم. مش بس ان احنا نوظف الشباب، لا، ان احنا نبني كمان رواد الاعمال. فاخذت الوزاره على عاتقها انها تبدا تساعد رواد الاعمال وتبنيهم وتديهم المهارات اللي تخليهم يقدروا يبنوا مشروعات صغيره على قدر من الكفاءة. معانا مجموعة من المدربين في وزارة الشباب مع مجموعة من الشباب التطوعي والطلبة. كنا أساسي بنركز على ريادة الأعمال المجتمعية وأهمية ريادة الأعمال وإنشاء الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر للاقتصاد المصري، فرص الاستثمار اللي كانت متاحة قدامهم، والدورة التدريبية لإقامة المشروعات الصغيرة اللي بتقام بالتعاون مع منظمة الكونجرس وتونس. ازاي يبدأ مشروع؟ ازاي مدرسة السوق؟ ازاي حل السوق؟ ازاي مدرسة الجدوى؟ ازاي مدرسة الفنية؟ يعني بنساعده في إنه يفتح مشروع. بالنسبة للشق الثاني عندنا في شق التوظيف المهارات الحياتية. بنساعد أي طالب أو خريج ازاي يعرف المهارات الموجودة عنده. اتكلمنا على نموذج الأعمال، اتكلمنا عن ازاي نقدم الفكرة بتاعتنا للمستثمرين، واتكلمنا كمان على الطرق المختلفة اللي ممكن نقدر بيها نمول المشروع في مراحله المختلفة. واليوم النهاردة بالنسبة لي يوم جميل جدا، لأن اتعرفت فيه على شباب من كل أنحاء مصر، كل واحد فيهم عنده الرغبة والهمة وبيكتسب المعرفة اللي تمكنه ان هو يكون يحدث تأثير ايجابي مش بس على نفسه لكن كمان على المجتمع اللي هو بيعيش فيه ومراكز الشباب ووزارة الشباب بمناطقها المختلفة. احنا جينا نختار المؤتمر عشان نستفيد من الشباب وافكار الشباب، وبعد كده ان شاء الله نطورها في شغلنا احنا كريادة اعمال في مصر تعمل، ونفيد الشباب في خلق مشروعات صغيرة وعمل فرص عمل للشباب في مصر. المؤتمر اللي احنا نعرض السكسس ستوري بتاعتنا، ارجو ان يكون في حد استفاد منها، واحنا كمان استفدنا من المؤتمر كتير. منه ان احنا نحاول ان احنا نبلغ عن حوادث العربيات بصوره اسرع، بحيث ان كل حد يعني لو عربيه عملت حادثه بتبلغ بنفسها عن مكان الحادثه، عن مكان الحادثه ده التراستد كونتاكت يبقى اليوزر بيسجله، او التراستد كونتاكت وبتبعت برده للاسعاف. كيف تصبح رائد مجتمعي؟ كيف تصبح احد رواد الاعمال؟ هذه الاسئله تم الاجابه عليها في خلال فعاليات مؤتمر اطلاق قدرات الشباب المصري الذي نظمته وزارة الشباب والرياضة تحت رعاية المهندس خالد عبد العزيز. جاء المؤتمر وفقا لتعليمات رئيس الجمهورية بأن عام 2016 هو عام للشباب. شارك في المؤتمر عدد من الطالبة والطالبات وحديث التخرج والراغبين في اقتحام سوق العمل عن طريق مشروعاتهم الخاصة. من داخل المدينة الشبابية بشرم الشيخ، أحمد طاهر.